والله هاي الجاكوار الدراري ديال نبيله نبيله هو راه كنا بغينا نهزو الطوموبيلات ديالي ساعتي نهزو الجاكوار ديال نبيله هو نبيله الدراري هاو بالصحة والراحة اخا نبيل الحاجد بالصحة والراحة اخا نبيل الحاجد سيمو اكي جاك اخا يجي حيا الحديد ديالنا سنين لا اخا حنا كنسوقو هذاك الحديد المتواضع جدا انا احنا اخا يا مساكين نبيل اخا راه كاين الفلوس انت راه البلاد زوينه غادي نجلس حدا الواد الطويجين الطويجين صراحه خانا بلا الطويجنات هادو هما اللي كنتوحشوا في الطايب غادي نجلس هادي اصاحبي حدا الواد لا لا الله على البلاد زوينه كاين ولا ما كاينش اخا يجي حيا واه واش عرفتي راه نوستالجيك هاد الساندويتش ايا اخويا يا فويز انت قبيله اللي ساكنين في المغرب ما كاينش في الطايب باغي نستغلوا هاد الفرصه هادي نستغلوا هاد الفرصه مع الدراري نضربوا لا شوف شوف اخا نبيل ملي يجي يكون وصلوا الدوار اجي بدا صايق انا غادي نخايبها النص ندير هكا اجي بدا انت بحال كيما كنت البارح معايا يجي حيا كنا باينين بجوج دابا انت راه غير صايق ودير ديك هاد الشهر راه ما بقاش نقول بانو بجوج صافي ودابا راه ولا تيبان ليا يجي حيا تتبان اش اخا يجي حيا شي بان ما بقاش يبان انت اخا يجي حيا صافي حنا كنبانو بثلاثه بين انا نشوف دابا لك استعاد اخا نبيل بقات كتبان هي يدي شويه ما سميتو صافي بقات تسوق بيد وحدة تسوق بين فوتو هاد الجبال والدورات مع الفيراج تاع الدراري والله راه السيد راه مشغول عندو الخدمة صحيح سلام سالي هيلو اسحاق زيكا شكرا اخويا اللي قعدت لك نقول السلام واعر الواعر والله اخويا حنا ما واعر حتى فينا ما واعر وديجا كنا هاد الموضوع هذا دوينا فيه انا وعقلتي مزيان على مع داك مسجل الماط ديالي مسجل الماط ديالي ديال السابعه المهم كنا تندوي قلت لها انتم واعرين قال لي لا هادي هي اكبر كلمه خرجت علينا هي تيق راسك راك واعر في شي مرحله من حياتك انت راك ما واعر ما حتى حاجه وما عمرك خاص تعرف تيق راسك راك واعر خاص تمشي تخدم المهم فاش تحس براسك واعر تمشي ترتاح ولا مشيتي ترتاح ترجع للله وبالتالي خاص ديما تبقى تشوف شي حاجه فايتك وتبقى ديما خدام انت واحد ما واعر والواعر والواعر والله السلام وين ار يو راجعين من اوريكا وراجعين من مراكش ثاني كتاب تنصحني به باش ثاني كتاب تنصحني نشد السؤال زينك واش شي كتاب يفيدني في حياتي خويا راه السؤال تاع القراءه ولد الموبايل كيفيبري الحقيقه صراحه هنا الطريق ماشي فهمتي الحل امتحان اخا نبيل هذا ديال القرا والتيم كاين انصحني به باش نبدا الانترنت ماركتينغ شي كتاب الدراري شي كتاب ديال شي واحد باغي يبدا الانترنت ماركتينغ انا كنقول لهم سيرو اليوديمي كاين كلشي يعني فيديوهات اصاحبي تصلى الفيديوهات كلشي راه يوتيوب راه فيه كلشي دابا يوتيوب يوتيوب عليك يوتيوب فيه كلشي دابا الدراري المشكله دابا شتي الوالدين ديالنا حنا كانوا عايشين في واحد الزمان اللي كانت فيه لافورماسيون كان فيها مشكل باش توصل ليها كان الا خصو يكلمها كان خصو الفهم يفهمها كان خصو ديكسيونير ويتمرد وداك دابا وليتي كدير درك في جوجل كيقول لك هاي واش حنا وعر منهم في الفرنسي لا النيفو ديال الوالد ديالك في الفرنسي بارابور ليك الوالد ديال انا النيفو ديالو طالع في الفرنسي مشى تباكالوريا عرفت داك السيستم القديم باش تدش بكالوريا النيفو ديالو واعر في الفرنسي كانوا كيقراو دابا حاليا تيقول لك وانت ما باغيش تقرا ملي كنت صغير انت ما باغيش تقرا هكذا حنا كان خاصني نمشي نقطع الغابه ونقطع الواد ونقطع الغابه باش نوصل للمدرسه وكنت كنتسلف الديكسيونير باش نجبد كلمه وانتم كديروا في هذا الزمان غير الترك كطلع لكم ما بغيتوش تقراو وفريمون هما ما كانش عندهم المعلومه ولكن كانوا كيخدموا هاد الزمان هادو ولات عندنا المعلومة ولكن مبقاش بنادم كيخدم صافي هذا هو الفرق يعني الفيديوهات حاليا كاينين يوتيوب فيه كلشي خاص اللي يخدم وراه كان في الزمان ديال الوالدين كانوا تيقولوا واحد اللقطة ديال نوليدج از باور يعني عندك المعلومة راه عندك القوة هاد الهضرة هادي قدامت في 2016 17 18 تبدلت هاد المقولة هادي
ولا تنوليج از بوتونشال يعني غير شنو بوتونشال محتمله بحال عندك واحد البوتونسيال شنو هي بالعربيه عندك واحد ما اجي يطلعوا لنا المترجمين يطلعوا لنا المترجمين شي دري يطرش ملاح في بلد لا عندك ماشي بحال عندك المعلومه عندك المعلومه الله عندك غير المعلومه غير شي مهاره من لا شي سكيل زير اشنو الدربل حنا نقول عندك بوتونسيال العربيه عندك جهد لا ماشي جهد قابليه قربنا شويه باقي المهم الى عندك حاليا الى لا الترجمه ديال جوجل لا ماشي جهد لا لا ماشي الامكاني وانما المهم جات لي الكلمه بالعربي المهم قريبه الامكاني يعني يلاه عندك المعلومه يلاه كتاهلك لشي حاجه ما راه ما تسوى حتى حاجه خاصك تمشي تخدم هاد الزمن هذا المعلومه ولات موجوده ولات اي واحد عنده نفس المعلومه كلشي عنده نفس المعلومه الفرق ما بين هذا وهذا هو هذا كيخدم بها وتطورها وكيزيد تيديفلوبي فيها والاخر راه يسمع وشحال من مره غادي تكون جالس في حياتك غادي كلشي واحد شي هضره تقول لها راني عارفه راك عارفه فريمون راه حتى انا عارفه وهذاك عارفه كيبقى لي نخدم بها مشى لي عاوتاني واحد القضية أخرى شتو فهاد الشي فكرة كنت تنقولها وهي تمشي المؤهلات البونيس لا 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 المهم الإخوان كما قلت الوالدين كان عندهم الوالدين في ذاك الزمان الله يحسن العوان كان عندهم باش يحصل على المعلومة كانت صعيبة دابا اليوم ولات المعلومة صافي عند من هب ودب موجودة اليوتيوب في أي حاجة كتقلب عليها وجي شوبيفاي كاين أمازون كاين كلشي كاين يوديمي كاين أطلع المعلومة مبقاش شي واحد يسول وفين غادي نتعلم أنت أصلا ما باغيش تتعلم كون بغيتي تتعلم تمشي تكنكش في اليوتيوب وتمشي باش ولكن عرفتي ديك القضية دابا تهرب من المسؤولية يقول أنا راه ما قالوش ليا وأنت راه قالوا ليك وراك عارف وراك عارف المشكل عندك وديك اللعبة ديال باغي تفك لا راه ما قالوش لينا لا ولا ديك اللعبه ديال شي حاجه ناقصه راه ماشي هادشي هو مخبين عندنا شي حاجه لا راك طاري والله الا باغي تشوف راك طاري اخاي نبيل بديك اللعبه ديال هو ما باغيش يتحمل المسؤوليه في حياته ديك اللعبه ديال فهمتي ما باغيش يمشي يقرا وعارف المعلومه كاينه في اليوتيوب عارف المعلومه كاينه في ديما عارف راه باغي يبدا شفتي الا سديت عليك الدار غادي تقلب منين تخرج مزالينا ولا بغيتي المعلومه غادي تقلب عليها والمعلومه كاينه هو ما باغيهاش اصلا ما باغيهاش ما محتاجهاش وتجي تقول لك وريني كيفاش تجيب الفلوس اوكي سير تقرا كون بغيت نقرا كون مشيت رجعت للمدرسه اوكي واشنو بغيتي وريني راني ما كاينش اللي تجي سالك باش تجي توري واحد كتوري الف راه الناس كيصوروا فيديو كيسجلوه باش يعلموا به الاف الناس وياخذ الخير على الالاف الناس ماشي بقى يجلس قابل واحد بواحد شوف شي سؤال اخر علاش البدايات ديما صعيبة؟ علاش البدايات هاد السؤال ديال شي هربة جدو علاش البدايات ديما صعيبة؟ بزاف والروتين كيكون صعيب باش تبدلو خويا شوف أي بداية ديال أي حاجة كتكون صعيبة بزاف البداية راه باش تقلع صعيبة بزاف يا باش كيخدموا يا باش كيخدموا الماطر على حدهم أبخي ملي كطلع الطيارة كتبقى غادا تبغي تنزل أي بداية ديال أي حاجة صعيبة بزاف وماشي زعما راه والله ما عرفتش كاش نقول لا ماشي المهم البدايه تتكون صعيبه شنو بان لك فهاد وهي ماشي على حساب انت الطموحات اللي انت هو اللي واضع ولا الاهداف اللي حاط قدامك باش ما توصلش لهم في اقرب وقت تجيك صعيب هو حتى دوك مع الخطره عندك شي يدي بلانينغ ما كاين اللي كيقول لك باغي مليون دولار في العام الاول مليون دولار في العام الاول انا خاطر عقلت دخلت الانترنت قلت العام الاول نجيب 100 دولار انت ما كنتش كاع معول على انا دخلت نتعلم في الاول دخل مزيان نشوف عجبني انا شي واحد دخل نتقهوى باغي نجرب ولكن ما كنتسناش الفلوس مزيان نجرب راه دابا المشكله هي تقول لك باغي نجرب الريسكين
وباغي نجرب ولكن راه باغي الفلوس باغي تجرب هي ما باغيش الفلوس يعني الا الا خسرتي غتعاود وتعاود 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 وراك ما كتسناش الفلوس تقول انا كنتعلم اشنو انا ستاجر الاخو انا كنتعلم ما دخلت ماشي مشكل انا كنتعلم خا يجي حيا خا في الاول كما قال لك نبيل انا ما بغيتش كاع الفلوس ماشي ما بغيتهمش ما كنفكرش فيهم في ديك الساعه يقول خصني نشد الحرفه تعلم كيفاش تيديروا منين كيفاش يخدموا كيفاش يخدم هذا الشيء بعدا هو الاول ما دابا تلقى ما 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 تيجي تيقول لك انا واحد النقطه خاينا بي سمعت فيها قطعك راه عاوتاني البدايه ديالنا ماشي ديال دابا حيت ديك الساعه انا عاقل ديك الساعه 2006 باقي كتقرا في ديفوريم الربح من ادسنس خيال ام واقع خيال ام واقع ديك الساعه حنا دخلنا بديك العقليه ديال الواحد خصو يشوف وانت ديك الربح ما تلقاها على شحال تطيح في شي موضوع فيه الربح من ادسنس والله اخي ما كان قليل كانت المعلومه وخصوصا العربيه غير انا بحكم ما كنعرفش شنو ديك الساعه حتى داك عند العرب فهمتيني دونك اللي بديت ماشي عاوتاني ديال دابا معلومه متوفره واي كلمه غيديرها ولا حاجه غيديرها كاين ميتا مثلا يقول انا خدمت في السيغ انترنت كاين سيمو كاين نبيل كاين قال لي ديك جوجل عرفت ان شي حاجه ديال الانترنت عرفت اصاحبي راه تولي هي في الحومه عندنا حنا ياك هي دوار يزيك صفه معلم تبارك الله يزيكي تما راه شحال فيها راه 60% ديال الدراري تما راه خدامين بلا والو لا 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 اصلا هما ولاو الدراري معاضين اللي واخد الهام السيف الله يجيك ريحها يا ريح الله يجيك الله يجيك الله يجيك اخي اش كيف قول لك لا هذه القطه والله بشويه حتى الفارشي غانا نحرج عليك دابا غاش كيقولوا شوف شوف دابا واش كيقول كيقول لك الريح من فضل الهضره هادي واجي ندوز شي حاجه هادي واقعيه غير سمعني هادي واقعيه كيقولوا ودي مادام هاد السيد اللي ولد دوار ايزيكي دارها علاش حنا ما نديروهاش وهذا راه حافز للناس اللي بغاو يخدموا واخا نبناو يفوتوا انا صاحبي حنا راه درنا في ديك الوقت اللي سميتو ما كانتش المعلومه كان والو كان القحطه صاحبي انا معاك والله انا معاك اسيدي وما كاينش حتى شي واحد اللي يعطيك الامل صاحبي بحال اللي كيجي شي حمق تيقول شي افكار اللي ما جاتش معلومه بغينا ندخلوا الفلوس من الانترنت دابا راه هو تيجي يقول لها هكاك تفرج في ثلاثة السيط انا هما سمعش كيقولوا يقولها لبا ولا يقولها لمو ولا عطى الله ما كاينش حنا عطى الله ما يوري لا دابا خاصو دابا الاباء عارفين انا كنت في اخر مره في واحد الايفنت في ديزني جا واحد السيد قال لي شوف انا ما عارف هذا ولدي اش كتقولوا وما عارف هذا الشيء اللي كتهضروا عليه جايب لك غير ولدي على الاقل دابا الاباء راه عارفين ديك الساعه تقول له با كنخدم في الانترنت يقول لك نقول لك اخي انا ماشي معاك واحد التصرفيقه ماشي معاك واحد التصرفيقه سير تقرا لا والله دابا راه وحق الله الا ترى تيدو على شي اوضاع تيقول لك انا مولا مضطر كيبرسطوني بالهضره تيكون خدام وكيبرسطوه بالهضره تيقول لي لا سير مثلا انت في قرايتك وانت حنا كنا دينا في قرايتنا بيان سير ما كتسناش في قرايتك باش تراضي الوالدين وفي نفس الوقت خدام خدمه اخرى والهضره ولا بودة منا حنا راه يجي حنا ما عرفتش انت التصرفات اللي كانوا انا كانوا كيطيحوا لي المكانه ديال الضو شنو تي صحابني واش زعما قلت ما بقيناش تجي الاسئله تصور تقولوا لي ساليتي القرايه ياك نقول لهم راه باغي نطل شي خدمه هكذا تصور ديك الساعه عمري 16 عام خدام في ايباي تقول لي ساليتي القرايه ياك تنقول لهم راه باغي نطل نشوف شي خدمه في ايباي راه واحد السربيه تباع ترى واحد الفاز داكشي ديال الصناعه التقليديه واحد الفاز مقوش بالنحاس وداكشي ناخذو من الفخاره انا في مراكش وكنبيعو بعد الفاز كنت تقول لي شو ما كاين لا فاز لا والو ساليتي قراتك لا عطيني نص ساعه تطيح لك المكانه ديال الضو تقول لك سير تنعس ما 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 عاشوش هذا الشيء كاع اخي السيمورا تقول لك 128 كيلو بايت 128 كيلو بايت واش تكون كيف حنا فينا هي نتصوروا معاها غير نتصور ندير معاها سيلفي فينا هي 128 كيلو تمشي السيبير و
ديك الجبل اللي قلت لك لا واحد الله ما تجينا تتبوي تدوي تقول فهمتي ما وما تتلقى له ولا في الشكوى تتولي تتبقى تشكي يوميا تشكي غدا تشكي العام الجاي تشكي تركز في الخدمه يتركز مثلا واش كان مثلا تعرض تاخا يجي حياه بحال هذه بفاولي كطو واش تستسلم وتبيع الماتش لا 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 صاحبي ما غاديش نخايف حيت الهدف ديالو قدام عينيا صافي ماشي مشكل غادي نمشيو نخدموا من السيبر غادي نمشيو كدا غادي يقول لك وكيفاش غادي تخدم في السيبر وانت ما عندكش الفلوس او نبيل او نبيل كنخدم في السيبر انت خا يجي حيو خدم في السيبر انا خدمت في السيبر انا خدمت في السيبر شوف انا عاود لك واحد الطريفه ماشي طريفه هذا هو توقعات لي والدراري اللي عايشين معايا كيعرفوها كنت ديك الساعه في اكادير هذا الشيء كاين واحد السيد يلاه حليه بوا سيبر لاباس عليه من الجيل ديالنا حليه بوا سيبر كبر منا بشويه تقريبا وهو ما حاملش يجلس في داك السيبير وحالو ليه وما حاملش يجلس فيه انا اش كندير كنتغدى مع ديك الجوج كنخرج كندوز حدا السيبير غادي جاي ماشي يشوفني يقول لي عيب بيك بلي السيبير هو غادي غير يمشي يزهو يدور وما حاملش ديك وانا كيخليني من ديك الجوج حتى 10 د الليل 11 د الليل انا مخرج على الحساب كونيكتي فابور ومستافد وراه ليا هي كونيكسيون انا كونيكسيون دابا راه لقاو الكونيكسيون المشكله كاع هذوك اللي تفرجوا فينا ما يمكنش من ينكر يقول لك لا ما عنديش كونيكسيون انت دابا بكونيكسيون باش كتفرج وبما ان انت تشوف اللايف الا عندك كونيكسيون فايتها 128 كيلو بايت على الاقل تكون كانت عندك ديك الكونيكسيون اللي كانت عندي ما عادش تكونيكتا معلم ما عادش تشوف اللايف ما عادش تشوف فيديو واش كنتي كتحلم في ذاك العهد تفرج في فيديو في الانترنت مش انت صاحبي كتحل الباج كتسناها صاحبي صاحبي تلي شارجي وتديه تهضر وتتفرج به وكدير ديك الديسكيت عقل وي الديسكيت 1.44 ميجا بايت ولا شحال بحال هكا 1.44 تخيل معايا انا كنت ديك الساعه ملي شويه درت الحركه شويه يعني درت الحركه ديك 1000 درهم في الشهر شريت موديم 700 درهم ديك الساعه وتخيل معايا شريت موديم وما عنديش بيسي وكان واحد ولد خالتي شرا لي شي عمو وشي واحد بانتيم 3 تخيل معايا ولعب عليها الديس يعني كتسنى حتى ديك ال 11 د الليل 12 ينعس عاد تمشي لديك البيسي ديالو صح تيسالي هو السيف يعني انت كتكون شامل هكا جالس حتى ديك ال 11 د الليل عاد ممكن ملي يمشي هو ينعس يضغط لك يقرا عاد تمشي لديك البيسي تخدم فيه ولكن اخا يجي حياه هادشي دابا زوين وانتي عجباك انا تنتمنى يكون عشت هادشي ونعيش اكثر منه واحد فخور هذيك النهار هذيك النهار واحد الدري صاحبي قال لي والله اخي ملي سمعتك كتقول كنت كنتمنى كنت زاديت قال لي كان كيتسنى سالي الجمله في شي حي اللي يكون واعر كنت غادي نكون قلت لي لا السطا كنتمنى كنت زاديت في شي كاريان في كازا شي كاريان في كازا بالعكس ديك الساعه تكون القضيه مزيانه من الكاريان في كازا وصلتي لهذا الشيء وباقي ان شاء الله اللي جاي يكون ما احسن ان شاء الله الله يديم الصحه والعقل فهمتي من كاريان صاحبي وبالعكس داك الشيء كيدوز عليك في الباست كيكون خايب هو اللي كيولي زوين من بعد علاش راه غادي يخلي الشخصيه ديالك كاع داك الدق اللي كليتي من 10 سنين قبل من دابا كتشوفو كتقول والله الا نفعني اي تجربه خايبه نفعاتني اي حاجه طرات خايبه نفعات كل قينا اخا يجي لي مقاد ما 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 كنا نديرو ممكن ما نديرو والو ممكن احتمال ممكن لان صراحه كاينين دي فامي كاينين ناس انا عارف ناس ميسورين وي وعندهم ولاد كيتقاتلوا يعني عليها ما غاديش نقولوا ما غنديروش ممكن يعني كاين احتمال الله اعلم ولكن حيت اخا حيت انا عارف دراري عارف دراري لا لان حتى انا بقيت الله دوت فكرت نقول ولد فلان ولد فلان انا عارف دراري اخاي شفت تبارك الله راه ما وصلوش لهم ولكن راه حتى هما كيتقاتلوا اكثر منا وراه حتى هما راه ولاد ناس لاباس عليهم ما يحتاجش يخدم نبيل واش باقي واش باقي كيخدم الريسكين اجاوب اخا نبيل باقي تخدم الريسكين وماشي ريسكين الريسكين ديما غادي يبقى ما عندي ما نقول شي حاجه هكا على الريسكين شي نصيحه هكا اخا نبيل غنطرح لك السؤال شنو زعما دابا تيبان لك شي واحد هو جا بغا يبدا الريسكين داكشي اللي ما بقاش دابا يعني داكشي نسى الا كنت باقي باغي تجيب ديك الدجاجه بالباك جراوند دابا خاصك بغا يدخل خاصو يدخل يخدم شي حاجه بعقلها ديزاين مزيان كود يعاود يبدل فيه مزيان بحال لي كود اللي كاينين دابا غتشد الكود وتعاود تموضي فيه في الكود تبدل البلايص البوطونات تبدل الديزاين تبدل كاع داكشي باش تعاود تلوح وتكون كانت شي حاجه اللي بروفيسيونيل اما داكشي تاع كوور عطي العور ما بقاش خدام دابا اي حاجه داكشي تاع لي كي تيب مايد فيد مايد داكشي تصباما ما بقاش واكل غادي يسد ليك الكونت وتخرج على كلشي وي وشي واحد هكا فهمتي باقي كيدوز هذا الشيء تاع فيد ميد انا ما عرفتش لا لا ما بقاش يدوز كاع داك الشيء ولا مزيرين القضيه دابا هو الحاجه عرفت لا طاح هو بسبب هذا الشيء بسبب هذاك الكيد وهذا فيد ميد داك الشيء تاع زيارات القضيه وي
زعما ها هو فات فاتت فيد ميد وفات هادشي كامل شفت بحالاش تبروبوزي عليه حتى الله كاين اللي تولس حتى الله لي نيش حتى الله غير طب نيوف اي حاجه درتي لها عرفتش مثلا نقولوا بحال داكشي تاع الرام كلين باقي خدام باقي خدام اي حاجه تبقى خدامه ديما حنا كنعقل احسن ابليكا كانت عندنا ابليكاسيون اللي وحده ديجا السي بي هي اكبر داك النيش هو اول نيش في الزوفر تاع السي بي بدا هو اول كانت عندنا ابليكاسيون اللي كانت هارب عليك على لي زابليكاسيون اخرى هي الرام كلينر وواحد سكنا سميناها موبايل بوستر هادو هما اللي كانوا داك العاد اللي قلت في اللايف اللي فات اللي مشى على حق داش جات لنا كونيكسيون كنت قلت مشارك مع واحد الدري صاحبي اللي كيدير ريسك انا ما عمري درت ريسك انا كنت غير بحال قلتي مول البروجي قال لي شحال تجيب تقدر تجيب لي بزاف ديال لي كارت كريدي قلت له عندو مع البنك تعطينا بزاف ديال لي كارت كريدي صافي وبدينا الخدمه انا وياه قلت لك وحده الاي كوميرس في انستغرام يجي حيا مالك الانستغرام جاوب الاي كوميرس في انستغرام واش الانستغرام نسولو الاخت واش الانستغرام بيد ولا انستغرام هادشي بدا هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح ليها اختي واش الانستغرام يعني انت كتبوستي دي برودوي ديالك هكاك معتمده على الاورغانيك ولا بيت خلصي بيت ترافيك ولا فري ترافيك اختي جاوبينا وان شاء الله نقدروا نجاوب اوكي نتمنى على الله سميتو كيف كيبان لك الفيوتشر ديال لي زابس في العالم كيبان لك اخا الفيوتشر ديال الابس في العالم المباراه هو المستقبل دابا اللي كاين راه كلشي دابا الاغلبيه دابا كلشي ولا خدام بالموبايل حتى البيسيات راه ولاو غاديين وغادي يبداو تينقرضوا شويه بشويه ولاو كيصغاروا ياك ولاو غاديين تيصغاروا الاغلبيه دابا ولاو كلشي موبايل الفيوتشر ديال الابس يعني راه ملي تهضر على المباراه تهضر بطبيعة الحال غتهضر على الابس لا باش غيخدموا هادو اللي شتي يخدموا بالموبايل لا زعما شي طرا شي شونجمون في الابس كيفاش زعما يطرا ما عرفتش شي حاجه زعما شنو شي بان لك الفيوتشر من هنا 10 سنين لي زابليكاسيون شنو يوتيوب عرفتي علاش لان بحال هاد الاسئله هادو انا عرفت باش كنجاوب عليهم لا الفيوتشر كاين جوج ديال الناس اللي يقدروا كاين شي ناس يقدروا يدوا عليه واش واحد اللي كيصنع الفيوتشر بحال ايلون ماسك دابا هما اللي كيطوروا داكشي باش يطلعوا للفضاء من بعد يجيبوا لك الفيوتشر ونطلعوا للفضاء اما اخوانا عايش انا حاليا انا خاصه توصل واحد النيفو تفكر في الفيوتشر حنا دابا نشوفوا غير الخبزه فين كاينه ونمشيو ناكلوها دابا الفيوتشر هو تجمع شي فلوس وكون واجد للفيوتشر حنا عاد نديروا ديك اللعبه اللي كان تيقول السيم كاين الرويضه تنضوروها ما تصنعش الرويضه لا امتى تصنع شي رويضه جديده الا بان ديك الرويضه اللي ولا مابقاش تدور كاع الرويضه اللي مابقاش تضاد مابقاش صالحه وتيبان لك باللي راه عندك الفلوس اللي غادي يخلوك ولا شي تكنولوجيا جديده وعندك الفلوس باش تطورها وعندك المؤهلات باش تطورها بزاف ديال الدراري كيبقى تيفكر تقول لك لا انا ما عجبني لا هذا لا هذا لا هذا انا باغي ندير شي حاجه جديده شي حاجه جديده صات يعني خاصك تانفيستي في الريسورش الابحاث بزاف ديال الفلوس وبيان سور الفلوس هما الدينامو ديال العالم وحيد الفلوس ما يبقى والو غادي تحيدوا السبيطارات تحيد كذا تحيد الفلوس اصلا ما غادي يصنعوا لك لا دواء لا والو لان اللابوراتوارات كاملين حالين باش يصنعوا الدواء اش كيصنعوا الدواء هما كيتقاتلوا دابا تيبحثوا اشنا هو الدواء ديال السكري الدواء ديال السيده الدواء ديال هذا المرض الدواء ديال هذا المرض اش كيتقاتلوا في نظر كيتقاتلوا على قبل الفلوس اللي وصل الاولاني غادي يضرب الفلوس كامله اصلا ما تينعسوش على قبل الفلوس الناس خدامه كامله فوق هاد الارض هادي على قبل الفلوس حيد الفلوس غادي يموت كلشي يعني يقول لا الفلوس ما مهماش اوكي مهماش اصلا تقولها للملك راه قولها للملك راه الكونيكسيون غتخدم بها بعدا لا الفلوس ما مهماش فلوس شي حاجه ثانوي في الصاد لاند كنت على عايش معنا في شي كون موازي الصاد الفلوس هما الاول هي الجواب قالت لك انستغرام بيد انستغرام بيد شي هادي انستغرام بيد اخر هو الفيسبوك ادز باش نلخصوها من الاخر فيسبوك بي عفوا انستغرام بيد هو داك هو الفيسبوك ادز انك دير كتدخل فيسبوك ادز كدير انونس كما كان على حساب انت واش بغيتي تجري الريتش ولا على الانجيجمنت ولا على الكونفرجن ولا على حساب اش بغيتي دير وراه كتشري وكديك خشي فيسبوك كتخلي انستغرام وفي ستوري وفي البوست هذا هو غير واحد السؤال قبيله دازي سمعتي لا خاي سير سير واحد السيد قال لي سولني قال لي واش لي كومين نفعات بعدا كيف الانستغرام دابا السيده هادي زعما اش كتقصد لك كتبان لك مزيانه ما مزياناش انه هادشي ترافيك في انستغرام انستغرام وي انا بالعكس كنصح على انستغرام اكثر من الفيسبوك جاوب عليك هادشي اللي بغيت شي تجربه ديالك مقارنه انستغرام مع فيسبوك تجربه احسن كنت كنشري كنبيع بروداكت و
عارف انا عارف ديجا التجربه تبارطاجي بارطاجي معايا كلشي ولكن انا باغي هما يسمعوهم. عندي برودكت كنبيعو وكان لونسي ادز في فيسبوك بعد سيت وكان لونسي ادز في انستغرام بعد الثانيه. كتلقى ديما الكاليتي ديال الترافيك والكونفرجن كتكون اقل والنومبر ديال لي بورشيز كيكونوا احسن في الانستغرام بارابور في الفيسبوك. اوكي غير كملاحظه ماشي عاوتاني ديما وي ماشي ديما عاوتاني تسمع شي واحد هضر ويمشي يطلع على الانستغرام يقول سا ديبون البرودوي سا ديبون السيبلاج ديالك التارغيت ديالك. ولكن اخاي بزاف د المرات انستغرام عطاني ريزلت احسن من الفيسبوك. دابا نقدر نقول لك اخاي نسمو 90% او 80% او 70% باش ما نبالغوش 70% انا عندي الانستغرام احسن من الفيسبوك. وي وي ثاني والله ثاني انا مع الدراري اللي قلت لهم هاد الهضره ما تيقوهاش كنقول لهم سيباري الحملات قد وحده الفيسبوك ادس بوحدو وقد وحده الانستغرام بوحدو. والله لا هادشي طرات ليا كنت جالس مع واحد الدري صاحبي في, 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 في دبي غير صافي دو سومين هادي وقلت لي هضره ما تيقنيش قلت لي هادي فرقها لا ميكوايدين دوبليكيتيها وخلي واحده على انستغرام واحده للفيسبوك. داكشي حطيت البيدجي كامل لانستغرام. قلت لي يومين ورد عليا بالليل عيط لي كيقول لي فوالا لو ريزولتا. غير هادشي عامه ولكن كاين استثناءات الاخوان كاين استثناء والله الا كاين برودوي انستغرام ما قدرش يجيب فيه تاسه ما قدرش تبع فيه انا عندي سير ما قدرش تجيب كاين استثناءات تقول لي كيفاش ملي كيجي استثناء ما قدرتش نجاوبك وما كنتش غادي نجاوبك. ملي كدير جرب ملي كدير اي برودوي كتبيعو حل واحد الادسيت ولكن 70% تجي تنجح عليه. 70% كنت كتجيب السيلز بفيسبوك غادي تجيبهم بانستغرام احسن طوب. الا كنت كتبيع الا كنت كتجيب السيلز بالفيسبوك مثلا نقولوا ب 6 دولار او 10 دولار مثلا يكون على يقين انها غتجيبها بالانستغرام اقل. وي هادشي في العموم ولكن الاستثناء كاين يعني باش تحيد هاد الشكل ديال 30% و 20% ديال الاستثناء عود سيبيري دير سي دو ادسيت سيباريين وجرب. هادشي اللي نقدر نقول في الانستغرام. واحد سولني قال لي واش نفعك ليكونومي في البيزنيس. جاوب اخاي نقدر نقول لك اخاي نفعني ماشي في داكشي اللي قراوني في الجامعه في ايكونومي ولكن نفعني في العقليه اللي اكتسبت وانا كنقرا ليكونومي. حيت كاين جوج حوايج مختلفين كاين المعرفه وكاين العقليه. يعني نقول لك داكشي اللي قلت انا ما خدمتش به داكشي في الكونتابيليتي ولا في الكونت اناليتيك ولا في الفيسكاليتي هادشي ما يعني ما كنطبقوش على ارض الواقع في البيزنس ديالي ولكن العقليه ديال رجل اعمال او العقليه ديال واحد اللي كيشوف بعد اقتصادي للاشياء هادشي اللي اكتسبت في الايكونومي. حيت دابا مثلا الاديب او الكاتب او المؤلف كيفاش كيشوف مثلا شي اوبورتونيتي كيف ما كانت ماشي هو كما كيشوفها واحد رجل اعمال ماشي هي كيفاش كيشوفها الرياضي ماشي هو كيفاش كيشوف. دابا ديما كنوضع ديما تنوض ما بينه وبين صحابي اللي عندهم مع الفن يقول لك بغينا نسوقوا هكا ونديروا لها هكا ونديروا لها هكا ونقول له الصاط لخص كادي دير تجيب منها الفلوس الله يرحمك كادي دير تجيب منها الفلوس راه عارف المثال نبيعوا هكا ولا هذا الشيء ما عندك الصاط اللي نشري من الاخر قول لي كيفاش تجيب الفلوس. تقول لي اخيرا فهمت علاش نتوما ناجحين ماديا هادشي تنقول لها انا ما كندخلش في شي حاجه حتى نعرف فين هي الفلوس. تيقول لك انا باغي نقد شانيل تاع اليوتيوب اوكي منين غادي تجيب منها الفلوس. تقول ما فكرتش هذا هو اول سؤال خاصك تطرح. بالنسبه ليك ليا كبيزنس مان اما اوبورتونيتي داكشي قول لينا فين كاينه الفلوس على الزاويه فين كيشوف الواحد لاي شيء مختلفه على حساب الميولات ديالو. ما يمكنش كما قال لك سيمو مؤلف او فنان او مخرج او ممثل او رياضي يشوف الاشياء كما كتشوف ليها انت. هذه خاصه تكون كتوقع لي غير مع الديزاينر ديالي كنقول ليه شوف دير هادي ما فين فشي اللي ندير بيج هو كتلقى كيتفلسف كيقول لك لا اللون الازرق مع لي خويا انا دير لي داكشي اللي غيجيب لي السيلز يبيع يتوب عليك يجيب لي السيلز شوف وتكون ما عرفتهاش تكون بيضة جيب سيلز خليها ليا هكا يتوب عليك. واحد النهار نوضنا مع واحد الشركه تنقول لها هذا الشيء راه ما مقادش من ناس ماركترز. قال لك لا حنا راه عندنا ناس فنانه تسمع العود الفنان راه ما عمره كان تيبيع. حنا بغينا ماركترز يقادوا لنا سوفتوير اللي غادي يخدموا به الماركترز. ما عمر الفنان غادي يقاد شي حاجه يخدموا بها ماركترز. حنا علاش كنقلبوا بغينا نبيعوا ما بغيناش نقادوا لوحه فنيه يشوفوها الناس ويرتاحوا. خاصنا نبيعوا ليه ماشي قلت لي انا قلت لي لين دي بيج خاويه بيضة ولا جابت سيلز هي اللي بغيت عليها. هادشي اللي نقدر نقول لك الاخ فانا فاش نفعني الدومين ديكونومي يعني انني كنشوف الاشياء بواحد المنظور اقتصادي بعد المنظور مالي كيفاش نبيع منه كيفاش نستغل ديك الفرصه. هادشي اللي نقدر نقول لك استفدت.
خاطرك شديد اخاي جاي. لا لا والله سيدي لا والله الا شتي لا والله الا راك شديد كاين اخي انا فين لا ما كايناش كاينه غايقول لك لا كاينه وانت هاد الدليل هاد الدراري اخوان هذوك الناس اللي كيكونوا شداد تما كيتسخروا اللور راه نسخر اللور الدراري ولا ما ساعه هاد الدراري شهدوا عليك حازه معلم انت والدراري شادي اللي سيت الافلام ديال الافلام التمونيتيزا بالادسنس تير سميتو هيت قال لي تندز من عند لا لا تير اخي يجي حيا واخا تزيد لك الصورت اللي قاعد تتفرجكم في اللايف يقول لك وقاف وقاف لا شو قال لك تمونيتيزي من الافلام ادسنس هذا الشيء انا اصلا ما بقاش كيدخل لي الراس هذا ما بيس اسمه هو انترجي انترجي قانونيا وغادي تسد لك وتبقى دير هكا وهكا ما عندكش بيزنس راك هير هير انت هير كتحاول تجيب شي فلوس الا كنت ان الله باجي ماشي مشكل الله يسهل عليك الا كنتي زعما باغيت 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 باغي تستمر كتسند الزواج وتولد الوليدات وتكبرهم وكدا زعما انت تسنى ان داك الكون تبقى حال لا ينسى خاصك تقول القضيه مزيان قلتيها الاخوان راه كاين جوج حوايج كاين اللي خدام باش يدير الفلوس وكاين اللي خدام باش يبني بيزنس لا باش يدير الفلوس غير يجمعهم هو من بعد يدير بيزنس يدير بيزنس راه الا كيفكر هكا راه مزيان راه اغلبيه كيدير فلوس راه كاين فوق كيسول واحد تكشد ريال كيمشي كيشري طوموبيل طوموبيل وكيرجع ديما للصفر طوموبيل يا خويا عندك العقليه ديال واحد كيفكر انا ندير راه بحال كيجي يخرج لنا على الدراري تقول لك علاش تقول لك علاش نبيل شرا الجاكوار كتقول لي شحال دوزت اخي نبيل قول لهم شحال دوزتي باش تدي الطوموبيل شي جاج شحال هادي راه وقول لهم شحال هادي وانت عندك فلوسها وما بديتش تشريها وما عندك تنصب انا هي طوموبيلات على 6 المليون تشوف عليك والله الا احسن حاجه درتي واحد الله الا احسن حاجه درتي واصلا اصلا في الاول تكون يلاه غاسك طوموبيله بعدا باش تعلم بعدا هو راس مالو تيحط طوموبيله واعره وتضربها مع القناه وتجي لها 120 انا ما مساليش نسوق انا مسال اخاي نمشي نخدم تشوف عليك لا راه هو خاصو يبان ولا هو راه شلو وضرب ديك ديك البراكه قال لك ترى كيمشي كيجري الحديده ولا شي حفره ولا شي كنت عقلتي ملي كنا صغار كانت ديك الثقافه ديال البركمان والثقافه ديال التيماكس ديك الساعه ديال الثقافه اللي كانت دابا ولات الثقافه ديال ثقافه اخرى ديال ولات السياسيون لا دابا لا لا دابا تمجدوا الاوديات البيئمات فهمتي تيجي تقول لك تيجي هكا كيدوي معاك تقول اخاي سيمو اصاحبي خاصك تضرب شي حديده مزيانه حتى انت شي بي ام ولا الصاد انت راه عاقل عليك الله بجيتي البارح تقول لهم ضري يقول لي شنو درتي بالفلوس كاه تيقول لك اصاحبي راه سمع مشيت شريت البي ام ب 80 وبقات لي 20 اش هاد الحماق هذا مشي ليه في ليسونس ديالك ولا الصاد راه مازال كون قلبتي نقدر نتقبل واخا ما خاصش اخاي تكون عندك 100 وتمشي تكون عندك 100 وتمشي تشري الطوموبيله ب 20 تكون عندك 100 تمشي تشري شي طوموبيله ب 3 مزيانه المشكله اللي كاينه هو الطوموبيله فاش تشريها تجرك البلايص اللي غتخسر فيهم الفلوس الطوموبيله الطوموبيله هي اي واحد البجيه ديال الفان الباقه تخسر فيها فلوس اخرين هذا الفلتر ديال التيزيل 2500 شحال ديال الفلتر ديال جاكوار الفلتر ديال التيزيل شي المهم الفيدون ديالها كاملو ب 2500 درهم بالفلتر 2500 والله كل فيدون خاص تبدل الفلتر لا انا فيدونج فيدونج لا ولكن فيدونج ب 2500 درهم كما قلت شوف فيدونج غير ب 1200 يعني واش انتم ماشي غير هكاك غير الطوموبيل ديالك اللي غادي الخارج هصه الحوايج مش على مونطونونس راه تقول لا اخي خصك ديما تلبس مزيان ديما تخرج بالعشيه الدور حدا الليسيات وباللي زاد نزل لا هذه الثقافه ديالو ما غاديش تحيا لا الثقافه ديالو ماشي ديال كادير لا لا تفرجت لا لا تفرجت جات لاكوت انا طلعت شي بطول جامع منها لا كل واحد عنده فيه كينزل لا عاوتاني كاين الثقافه ديال كينزل الليسي انا اخي وحق الله ما عمري درتها ما خرجت من الليسي ما عقلتش راسي رجعت وقفت قدام الليسي ولكن بزاف ديال الناس تشري الحديد ولا شي موطور ونزل قدام الليسي علاش يعني واش هذا غيخدم باقي راه الوقت اللي غيخدم راه مشى حكا يدوزو في برا حدا اللي سياني او اماكن اخرى اجيب لك الصاد صدقات ليه يعني جاي يقول لك صدقات لك اخاي يجي حي صدقات شحال اخاي يجي حي بصراحه شحال مره ريحتي قدام الليسي ومن نهار تخرجتي في الليسي نهار تخرجت انا من الليسي جيت للباك قسما بالله ولو مره واحده والله ما حطيت رجليا في الليسي ولو مره واحده
حتى شريت في الشيء من النهار انا راه وقيت لي سيت القرايه ما دامشيش ليه من النهار شريته في حالي من ليسي محمد السيس ما عمر رجعت لي حطيت فيه رجليا من النهار زدت في حالي من ليسي حسن 2 ما عمر رجعت حطيت فيه رجليا جامي ياك دخل مع الباب حطيت فيه رجليا كنت ولا البارح واقف قدامو صورت ما عمر رجعت فهمتي ما عمر رجعت كاع درت به ثلاث سيمانة الجاية وراه غادي نتك معايا السيمانة الجاية الأستاذة ديالي دوت معايا قالت لي دوز عندنا الكلاش سميتو وإن شاء الله راني غادي صافي بعد سنين وماشي غادي باش نوقف قدام الليسي ولا شي حاجة يجي حياة معقولة إن شاء الله خايف يجي حياة راه عارفين كشتيت والله إلا خايف يجي حياة راه عارفين كشتيت تخيل معايا غاسيمو نهار خرجت من لافاك خلي كاع أنت الليسي نهار خرجت من لافاك 2010 ما رجعتش لها حتى 2017 يمكن حتى 2017 انا درت ايفنت تما حتى رجعت لافاك كرتيني باش ندير الدراري ايفنت على شوبي فاي تخيل معايا الجامعه من 2010 حتى 2017 حتى اواخر 2017 6 سنين ولا 7 سنين ما نجي ما نقول شنو مسالي لهم الله ما فهمتي ترى تنعرف الدراري صحابي سالاو من اللي سيت تقول لك لا راه باقي تمشي بنيتات مزيان صافي فهمتي دابا هذا عنده هذه العقليه كيفاش بغيتي يدخل يسد عليه يخدم؟ دابا شوف لا رام ديالك باش عامره كتلقى هو 80% الدوالي البنات هنا هذيك 80% ديال البنات علاش اخا يديو 80% البنات يا عم تعمر بشي حاجه اخرى انت اخا يجي حي عندك واحد الميزه كنت كتقرا مع المدام ديالك كبرتي تزوجتي كنت داوي اخر لا 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 ماشي قريت معاها كنت كتفاوش كنت لا لا يصغر منها كان يا انا كنت فيها في العام الاخر هي في العام الاول اللهم بارك اللهم بارك وعم بلي باقي عندي مدام كتقفل فك اليومين هنا كتكسولا فهمتي كتخمو ضرب لعب هاني شوف الانسان هو الاستمراريه عندنا يدخلهم كاملين على عاود راك شتي المهم اخاي قال لي واحد واش يدي حيا مسالي الليسي اها راه هي هذيك ما تساليش اخاي عندك شي حوايج تتعمر بهم والله مع دابا الاكثريه ديال الدراري بصاحبي سيرتو الجينيراسيون اللي طالعين تقول لهم راه السكري باش تنجح هو المايند سيت والمايند سيت راه عنده كامله خاسره وما قادر يشوف التيفوات ديالو الوقت اللي كيضيع راس الدرب اللي كيضيع راه الطيحه في راس الدرب انا ما نريحهاش اخويا انا كنعقل مره واحده كنت ريحت في راس الدرب بعد سنين قلت اجي نريح مع ولد الحومه وهو يقتلني فهمتي تمنيت انه يكون السموس وذبح ليا وما يديرش داكشي اللي طرا الله جيت قال لي شنو فين غابر كذا قلت له الصاط راه وليت خدام في الانترنيت عرفت قلتها في واحد ستوري كنربح مليون في الشهر ودير فيها اش دابا زعما انت تمشي قرا سيرتي تقول لي لاباس عليك قلت لها صاحبي راه شفت الانترنيت راه فيه وكثر راه وليت خدام في هاد السانس وراه غادي ندير غادي ندير غادي ندير قال لي اش مع شريف نقول لك واحد الهضره الناس اللي لاباس عليهم كيبقاو لاباس عليهم وانت يا فقير ولد فقير غادي تبقى معنا هنا وغادي تموت فقير قلت لي لا صاحبي كذا كذا قال لي اسمع ديك المليون في الشهر ما يجيبش لك التالي والله الا باقي عاقل على الهضره ديالو ليومين هذا ما يجيبش لك التالي لا في المامونيه بالعشاء ما يجيبهاش لك مليون اصحابك حتى مليون فلوس شوف ما انت ولد بناني ما انت ولد القباش ما انت ولد راه عارف السميات ما انت ولد كذا ما انت ولد كذا علاش شوف الصاد شتي انت فقير ولد فقير غتبقى فقير وغادي تموت معنا هنا في هذه الحومه فقير وحق الله خير فشلني ثلاث شهور ما خدمتش ثلاث شهور عاد عاود الحمد لله رجعت ما عرفتش ايش شي رضات الوالدين وشي دعوه بان لي ما يعني تقول لي علاش رجعتي ما عرفتش غير تنقول يعني كاينه شي بره فينا في الداخل ورجعت عاوتاني اما راه فشلني اصاحبي اجي اخر وكفي في الحومه صافي سالين بغيت شي مايند سيت زوين ما نلقاش غادي تقطع اخويا كيف كيف الصوره الصوره عند بلاد قال لك بغيت شي مايند سيت مزيان ما نلقاش كاين عند بلاد شوف السيت تاع بلاد راه كاين عنده شي وحدين مزيان شوف شي مايند سيت راه قال لك تمنى الاخر يقول لك كيضحك الله كيضحك كيضحك لا لا فريمون لا والله لا تضحك لا تضحك الدراري باينه فيك كيضحك فهمتي هو سؤال لا ما يمكنش اصلا اباوت ايفنت ان مروكو ليفنت اخويا ليفنت غادي يكون شهر 10 11 12 ان شاء الله 10 يا اما شهر 10 يا اما 11 يا اما 12 غادي يكون فيه 1200 واحد غادي يكون ديك الساعه نقدروا نسيبورتيو عباد الله بزاف ماشي بحال هذا الماستر مايند اللي جاي وراه متى غادي نحدد لاطات غادي نحددها في شي لايف وغادي نحددها في شي في شي في شي ستوري غير ملي نوصل لتايلاند عندي واحد لاجونطا كنكتب فيها كاع لي طات لي مريزيرفيين عندي العام كامل وصافي غادي نشوف شي دات خاويه بيناتهم ونحطو فيها ليفنت دوا معاك خرطابيل اوي انا مع الدري تجيهم في شكل واحد قال لي
كيفاش عندك شي ايام مريزيرفين؟ انا كنت مريح شي 3 ايام هادي ويقول لي اخر طبيب الله يحفظك ريزيرفي لنا 3 ايام ما عرفتش واش 20 ولا 22 ما عرفتش. المهم شرط سعود 20 ولا 22 شرط سعود راه حنا محتاجين. صافي قلت له اوكي. انت بعدا تجي الناس غريبه كيفاش زعما عندك شي ايام مشدودين؟ كيفاش مشدود؟ كيكون شي واحد ديجا مريزيرفي معاه شي واحد شي كيما بحال شي العرس، شي واحد قال لك راه معروض للعرس. شوف عليك عندي جوج عراسات، عندي جوج عراسات في دوك لي دات تمايا، دات كتارة، كتلقى السيد باش كتعرف وجد، خلص لوطيل، خلص الطيارة لمو باش يجيبها من دولة أخرى، خلص الطيارة لبا، خلص الملايين الصحيحة، وقال لك جي، بيان سور أنا راه أنا باغي ريزيرفي دات ما خاسر حتى ريال باش نمشي نحضر له، راه قاعد أخويا بيا ماشي مشكل، راه هو اللي خاسر. يعني كتعرف وجهات تقول لك خاي ستيمور عندي العرس نهار كذا كذا في شهر 10 كذا تقول له اوكي صافي هذيك لاطات راني عندي ريزيرفي اوكي غادي ندير بيس. نحاول نشد شي سؤال. قال لك نبيل دير لنا شي دوره في السي بي ا موبايل وحق الله نبيل قريتها من التليفون. فين نجيبوها في مراكش ولا في كليرس؟ فين نجيبوها هاد الدورة هادي؟ قالك دير فينا شي دورة في السي بي ا والموبايل. لا أنا ما خدامش السي بي ا موبايل بعدا هادي هي الأولى. ثاني حاجة راه كانت شي دورة غتكون هي فابور في يوتيوب وصافي. لا لا صافي لا خاي نبيل علاش نظرك فابور؟ لا لا والله أيم توكين سيريوسلي خاي نبيل والله إلا كندوي بصح علاش فابور؟ فابور عرفتي علاش؟ عرفتي اخا نبيل دابا انت جيت تخلصتك تخلصتك اجي تعطي واحد الاداء احسن ولا لا؟ هو راه تدير داكشي اللي عليك غتعطي داكشي اللي غتعطيه غير هو باش نقول لك دابا الفرق بين دوره فابور علاش فابور يعني ما كتسانيش وقت ما درتها وقت ما ما تلتزمش مع عباد الله في واحد الوقيته ماشي بحال دوره مدفوعه خاصك تلتزم بواحد الوقيته خاصك تسمح خدامي اخرين باش تسجل غير الريكورد ديال الفيديو راه خاصك ليه نهار تقول لها فيديو تضيع فيه نهار بنادم دابا شي طرا دابا بنادم تجي تفرج تجي تقول لك ودار 12 دقيقة ما فاك 12 دقيقة بنادم تفرج 12 دقيقة ما فراسهاش 12 دقيقة راه قديتيها في نهار ديال المونتاج وقطع وهضر وعاود الهضرة خسرتيها توجد وكتب داك الشيء لان توجد ولا كيتولي شي تيستريس هذا ولا ما تعرفوا وفي الاخر تيجي تبدا تيعايرك واحد ولا تيسب فيك علاش؟ لا انا وليت كنعمل بواحد القضية فهمتي الفيوتشر جينيريشن اللي يجي انا ما نبيعش الدور قلتي تبيعها خير انا غايا باش انا باش الحاجه اللي غادي نقول هي كاينه واحد الفئه فهمتي هذيك فاشله ما عندك ما دير بها هذيك الفئه الفاشله بغيتي تتفاداها هي قول لها شوف ما عجبكش هاك فلوس سير الله يهديك صافي فهمتي تسالي معاه ما عجباتكش اوكي هاك فلوس الفابور راه ما كاينش حتى الفابور لان انا اخي هادشي اللي استفدت هاد المره الاخرى في ميريكان كما قلت لي يجي حيا اخي يجي حيا الفابور راه يجي سالي ويقول لي هو شنو؟ سالة فابور سالا خاي السيم فريمون تنوي تتبان لي نفس النظريه لا انا نقول لك علاش خاي السيم دابا سيرتو في لي زيفانت شكون كيجيك دابا كيجي شي وحدين اللي كدير فابور راه ماشي هو غتربح منه هذيك فابور هو غير ديك الفلوس غير كتستي بنان كيجيك شي واحد قال لك هاد العشيه ما قاريش مشي غير نجلس مع الدراري فهمتي مشي غير نطل وي هو اش كيدير لك راه شاد ديك البلاصه لواحد السيد مسكين اللي بغى يخدم فريمون واحد السيد اللي بغى يتعلم السيد اللي بغى يدير شي حاجه وي وانت مبرست راسك مع واحد السيد جا غير قالك نشوف فيك انت عند راسك هو قال لك انا ما قاريش هاد العشيه اجي ندوز الوقت بدا كيجي حيا اي وانت عند راسك راه كدير واحد المجهود وكتقاتل وهو راه غير كيشوف فيك راه غيخرج من تما ما يدير والو غادي يقول له يلا السط راه كاين واحد الماتش اي هذا اي سالي معاك وداك الايفنت والعشيه يخرج يقول لي صاحبي يلا نتفرجوا في الريال ماشي مشكل ديك العشية غير مشيو خدمو غدا ما يخدمش كنتو هاديك انا ماشي على تفرج انا راه كنتفرج في الكرة انا راه فان ديال الكرة ماشي لا انا تنعرف اخي راه انت تبارك الله كتفرج في الكرة انا راه ما تنتفرجش انا كنتفرج ما كنسقش ريال مدريد انا مرة اللي كنت مريح لا انا قاطعت صافي لا تفرج لا ما تعرفش شكون يلعب انا كنتفرج اه بعض المرات كنمشي واحد النهار الرقيب واحد النهار الرقيب مشيت مع الواحد القهوة هو باغي يتفرج انا مشيت عاصر فهمتي كنا سالينا الخدمة سالينا كلشي مشيت معاه ما كنتش عارف حتى ما مفكرش كاع شكون اللي كانوا لاعبين كنا يعني اخي يعني انا هاك اخاي فلوسي هاك فلوسي ما عطينا شي حاجه كاليتي وفريمون خاصها تولى هاد القضيه ديال السيفت امريكان عجبك ما عجبكش هاك اخاي فلوسك حاجه اخرى من غير عجبك ما عجبكش هاك فلوسك
هي راه كاين واحد النوعيه اجي تقول لي لا راه يقدر يجي يخلص ومن بعد الفورماسيون تيفرقها لا الفورماسيون مثلا يقدر يجي شي ايفينمون ويقول لك ما عجبنيش تردوا لي فلوسو ويجي ليفينمون الاخر يقول لك ما عجبوش تردوا لي فلوسو ويجي ليفينمون اخر يقول لك ما عجبوش تردوا لي فلوسو هادو غادي يكون ولكن اشنو هذا السؤال طرحته على واحد في امريكان قلت لها انت قلت لنا اللي ما عجبوش ليفينمون يقول لنا ردوا لي فلوس وكيفاش كتصرفوا مع هاد الناس قال لك هو كيجيو دوك الناس ديال السيكوريتي كيتجاوبوا بكل ادب واحترام كيتجاوبوا الاداره كيقول ليه بلا ما غادي نسولك علاش ما عجبكش ما تهمناش السؤال الجواب ديال هكا خويا فلوسك وسمح لينا ممكن تعطينا غير الاي دي ديالك كيشلو السوسيال سيكوريتي نمبر اللي هو عندنا النيميرو ديال لاكارت ناسيونال حنا كناخذوا السوسيال سيكوريتي نمبر كناخذوا عندنا صافي ما عمرو كيتقبل فشي ايفنت ديالنا والمشكله تا النيتورك ديالهم مع كاين بزاف ديال الناس كتلقاهم بارطاجيين ديك النيتورك تاع الايفنت فلان مع فلان مع فلان مع فلان مع فلان في امريكان ديك النيتورك كامله ضاربه على داك السوسيال سيكوريتي نمبر هذاك خونا كيشري تيخليو حتى نهار ليفينمون ياك تيجي في الباب تيقول ليه سمح لنا اخويا الله يخليك هاك اخويا فلوسك راه حنا ما نصلحوش لك تيردو ماشي تيخليو ليه التيكيتات ديالو حتى تيجي تقول لي لا اخويا حنا اصلا ما غاديش نوصلو داك النيفو ديالك انت ما عرفتش شنو باغي احنا اخويا شو راه هاد ليفينمون دير بحال ليفينمون اللي فات لا خلو لا اخويا سمح لنا راه غادي نضيعوا لك وقتك عاوتاني اخويا هاك اخويا فلوسك سمح لنا الله يعاون وانا نقول ليه لقطه مزيان شكرا بزاف هادشي اللي كان ناقص هادشي اللي كان ناقص هيلو 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 شي دراري الله 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 عيد يحيى شبان لك في الريال نهار ثلاث قول لنا باش نلعبوا شي ورقه قول لها اخي عيد يحيى بغي يلعب شي ورقه لا ما قول لها قول لها اخي عيد يحيى بغي يلعب شي ورقه المهم لا ربحتيها عيد يحيى صيفط لنا وخاز باش نتعشاو راه العشاء اليوم ما خاصش راه فهمتش خاصنا العشاء يخلص المهم لا دورت الحركه تسنى ما نساش الله لا دونك العشاء ديال ثلاث اللي ما خالص غالبا راه عمرها هذا عمر ايه عمرها وخر زعما اخي لا الدرجه تجي بك بلعبه تجي شي فرقه سهله ولا شي ما عرفتش غير نعمل لعبه تنتهر اصلا اصلا هو بغا غير يقمر يقمر تنتهر لا شحال الثمن ديال ليفنت اللي موراه هذا خويا باقي ما عددنا لا ثمن لا والو لا كذا لان قبل ما تحدد الثمن ديال ليفينمون غادي تكون شهر 10 11 12 قبل ما كتحدد الثمن ديال اي حاجه بعدا خاصنا نشوفوا هاد البلاصه اللي كتسيبورتي 1200 وباقي ما لقيناهاش ميكاراما لقيناها كتسيبورتي 800 شحال من بلاصه المهم خاص اللي تجي تسيبورتي 1200 وتسيبورتيها مزيان ما يكونش داك الشيء معشن وشي بلاصه اللي محترمه ماشي اي بلاصه خاصنا نشوفوا دوك ليكو كاملين خاص تشوف فهمتي بعدا اول حاجه هي خاص ترد ليكو ديالك سبيكرز بيان سور كامل خاص يتخلصوا ما كاينش الفابور انا وعد السيد اللي غادي نظموا هادشي انت خاني بلي قلت لك اجي سبيكر فابور جري عليا من هنا خاني بلي فهمتي قلت لك اخا يجي حيا جي فابور جري عليا اخا يجي حيا فهمتي ما كاينش الفابور غادي تخلص اخا يجي حيا انا غادي نعيط عليك اخا يجي حيا كسبيكر عندك تبارك الله شحال من حاجه ما تقولهاش شحال من كيس طاجي شاركتها معايا كاملين زوينين غادي تخلص اخا يجي حيا واي سبيكرز الاخرين حتى هما غادي تخلصوا بيان سور غادي يكون كندوي على المايند سيت ماشي الا انترنت بالدرجه الاولى غادي نجيب واحد السيد اللي هو خدام في العقار اللي بدا ا زيرو وما قاريش وبدا يسودور ودابا كيدوي في الصام نمبرز اللي انا باقي ما كندويش فيهم غادي نجيب واحد السيد كونطابل اللي تبارك الله وصل واحد سميتو شي 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 حوايج وشي علاقات مزيانين كونطابل ماشي في الانترنت هاد جميل بزاف ديال السبيكر اللي بزاف ديال المجالات يعني باش تشوف مايند سيت راه ماشي انترنت الا كنتي فاشل سوا حطيناك في الانترنت الا كانت عندك عقليه فاشله سوا حطيناك في الانترنت سوا حطيناك في احسن وسط ممكن تكون فيه غادي تفشل داك الوسط وما غادي دير والو كانت عندك عقليه مزيانه راه غادي نحطوك في اوغندا غادي دير شي حاجه المهم صافي هذا هو ليفيرمون بكل خلاصه وبيان سور غادي نحسب ليكو ديال السبيكر غادي نحسب ليكو ديال كلشي ليكو ديال القاعه ليكو ديال الشركه اللي تكلف ليكو ديال لوطيس اللي تستقبل عباد الله ليكو ديال سميتو ليكو ديال الماركتينغ حتى همايا لان ليفيرمون كبير غادي نديرو ليه شلا ماركتينغ غادي تشوفنا في يوتيوب ادز غادي تشوفنا في فيسبوك ادز غادي تشوفنا في انستغرام ادز غادي نطلعو لكم شويه في الراس الدراري دوك ليكو فهمتي محطوطه على بيجي كبيره الماركتينغ وجمع هادشي كامل ودير ليه ضربو في 1.2 ديال اش كيسميو شي حاجه ديال الخطا ممكن طرا الريسك لا كاين 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 لامبريفي
ضربوا في واحد فاصله جوج باش يعطيك واحد النسبه ديال 20% ديال لام بريفيو عاد نشوفوا حنا شحال غادي نزيدوا ديال الربح ديك الساعه. هاكا وعاد ديك الساعه غادي نشوفوا كيفاش نقسموا على ديك 1200 وبيان سور ما يمكنش اللي جالس في السطر الاول خصو يخلص بحال السطر الاخر وبيان سور ما يمكنش اللي غادي يكون في نفس لوطيل مع نفس السبيكرز ومخلص لوطيل وغدا وعشاء وفطور وسميتو يكون بحال خونا اللي جالس غير اللورجي مسكين. كاين الناس فهمتي بالعكس ما بغاوش هادو هما اللي هادو هما اللي كتبغي تحضر يحضروا بالدرجه الاولى هو الشخص اللي غادي يخلص واحد الثمن قليل وغادي يجلس في السطر الاخران لان فهمتي ما عندوش باش يخلص لا وطيل لا كدا لا سميتو ولا خلاه يشري هادشي ولا خلاه يشري تيكيت رخيصه كاع وتجي جلس في السطر الاخراني حتى هو راه كيستافد بحالو اللي جالس في السطر القدامي. ولكن الفرق ما بين هذا وهذا هو هذا جالس في نفس لوطيل اللي جالسين فيه السبيكرز كيشوف السبيكرز بقيت الغدا والعشاء وكدا هادو شي حوايج كيتزادوا وبيان سور كيتزاد الدار خلاص ديالو. هادشي المهم ما يمكنش اللي في السطر الاولاني يخلص بحالو اللي في السطر الاخراني كدير واحد القسمه وكتقد داكشي وكتشوف كيفاش غادي توصل لديك المعادله ديال تحدد البري ديال التيكيت. ما تحتاجش الماركتينغ لا خويا غادي نحتاجو الماركتينغ لان غادي نديرو واحد النسبه راه تبارك الله هاد لابوستا هاد لابوستا هاد لابوستا نعمرو 1200 ولكن واحد النسبه مخلينا ديال لي تيكيت ممنوع تشريهم الا ما كنتش موظف خاصك تكون لان كاينين الناس اللي كاينين الناس بحال الكونطابل شوف فين وصل السيد كان خدام هي سودور شوف فين وصل هادو غادي يأثر بزاف الناس اللي هو موظف باش يزيد يطور الوظيفه ديالو واللي هو صاحب مشروع وكذا. واحد النسبه ما بغيناش هاد الناس اللي عنده عقليه ديال انا باغي نخدم في الانترنت لا خويا كحاز ديجا التيكيتات تا سميتو فهمتي تسالاو بقى خاصنا اي تبروفي ليا بلي راك فريمون انت موظف هاد العدد ديال التيكيتات خلينا على جهه تبروفي ليا بلي انت راك خدام عاد ديك الساعه ممكن تاخذ داك العدد ديال التيكيتات اللي بقى. يعني هاد الناس دوك كيفاش غادي نجيبوهم ماركتينغ لان في الاخر ديال ليفينمون ماشي مهم شحال ديال الفلوس ربحتي لان فاك مابقيتش انا ناوي على فيرسيون وحده ديال ليفنت اللي تنجح خاصني الفيرسيون الاولى تنجح والثالثه تنجح اكثر منها الرابعه تنجح اكثر منها الخامسه تنجح اكثر منها. صبر 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 شكرا الله يحفظك الله يعاون. اخي نبيل صعيب تبدا مع الاول والله الا سال الصرف والله اختي لا شتي دويت معاه كاع والله ما عرفتش الصرف كامل اللي كان يمشي انتي ما تبانيش في الكاميرا باش وجهك ما يبانش صافي والله الا انتي واش غادي مشكله دري والله كون كانت تاع جيب والله ما كاين والله ما كاين 4000 ريال واه كاين 5000 ريال شحال 4000 كامله اه تقريبا 50 درهم لا والله الا شوف والله الا كش الظريف اللي كان عطينا لا ديك البنت اللي سبقات شتي اللي تيجيو تضربوا لوبورتونيتي بالزربه نمشيو نخطب شكرا الله وانت مرحبا والله سميتو انت تستاهل ليفنت الاول فين خرجت ليفنت الاول ياك الثاني تسال ليفينمون الاول خصو ينجح ليفينمون الثاني خصو ينجح اكثر منه والمهم فهاد الشيء كامل ماشي ليفينمون ينجح تكون اثرتي في بزاف ديال الناس اللي غادي يجي ليفينمون الثاني يعاود على الكيس ستادي ديال ليفينمون الاول. انا الحق شفت هاد الشيء في امريكان بعينيا ليفينمون الثاني جاو ليه بزاف الناس اللي كانوا حضروا في ليفينمون الاولاني وكيعاودوا قصص النجاح ديالهم وداك الشيء كان صادق فهمتي. يعني ماشي شحال ديال الفلوس خداو وانما شحال ديال التغيير دارو. نشوفو شي سؤال خاي سيمو كيفاش ناخذ التيكيت والي خويا عرفتي اول مره كنشوف تندوب في شي مستقبل بعيد اشهر 10 ولا 11 ولا 12 واحتمال كبير يكون شهر 11 ولا 12 باقي داكشي بعيد الي خويا من هنا تما نقولوا شفت الناس ريجا صاحبي جا خانا بالبو يعطوني فلوس ومن دابا اخويا خلي عندك فلوس حتى لديك الساعه. وحاجه اخرى الاخوان نتايا بغيت نديرها في داك ليفيرمو ما عجبكش مهمه بزاف ما عجبكش شي واحد من دوك السبيكرز اللي حاضرين ما عجبتكش المشطه ديال الشعر ديالو ما عجباتكش جي عند اي واحد من دوك اللي تكون حاضرين قول اخويا ما عجبنيش هذا الشيء ديال ردوا لك فلوس وغادي نطلبوا لك منك السماحه على الوقت اللي ضيعتي باش تجي تحضر فهمتي. يعني فهمتي ما تبرزش معاه فلوس صافي ما عجباتكش اي سبة عندك ما عجباتكش المشطه ديال الشعر ديال شي واحد ما عجبكش اللون ديال الصباط ديال شي واحد يدوي ما تخليكش تساكت عليها جي عند اي واحد من دوك اللي غادي يكونوا تمايا قول له السلام خويا انا راه ما عجبنيش هذا الشيء ماشي يسولك حتى علاش وشنو اللي ما عجبكش فلوس كامله غادي ترجع لك داكشي كامل اللي خلصتي بالسنت ما تنقص لك حتى سنت ونزيدوك من الفوق سمح لنا اخويا على الوقت اللي ضيعنا لك. تنحى
التعاون. واش كاين شي مي جي اي 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 فيس ما عرفتش اخايا هاد السؤال هذا شي دومين مزيان للمبتدئين في الويب؟ جاوب خنابل شي دومين مزيان للمبتدئين في الويب. فايفر ريسكين وما باليوم ما احسن حاجه يقدر يبدا بهم من بعد ما لا شوف واحد السيده واحد الام بغات تبدا على حساب ايش تعرف دير شنو هما المهارات اللي عندك تقدر تبيعهم تدخل منهم فلوس يعني فايفر هذيك اول حاجه فايفر ولا خمسه اي يوتيوب دير فيديوهات في يوتيوب راه يجيبوا ليها باش تكوفري لي شارج ديالها بعدا في الاول كاين بنات دابا تيديروا غير الماكياج زعما طلع لي شين تيديروا غير عندهم كاين بحال شحال من واحد عنده لي كونت اي كونت انستغرام كونت انستغرام عنده لي فالور كثر تيبيع تيدير البروموسيون للمحلات هنا في المغرب دي برودوي ديال الماكياج وي كيجيو شركات تيقول لي غير بوستي لنا تصويره نعطيك القدا وقدا وي كاين هذا الشيء كتشوفو بشكل يومي في الانستغرام سيرتو الانستغرام ولا هو هو كلشي دابا هاك فلوسي دير لي انا خا تنقول مبتدئ زعما مبتدئ كأم اجي تكون كتقرا لونجلي وتعرف الترجمه خينابيل من هنا ولا من الطوموبيله خليت الطوموبيله ديالي هنا كمبتدئ شي ام كتعرف تترجم من لونجلي للعربيه من الفرنسي للعربيه اجي تمشي للفايفر تكتب راه انا كنعرف نترجم اجي نترجم لك قد ديال الكلمات من الفرنسي للعربيه ولا من لونجلي للعربيه راه اجي تبيع واجي تشري فهمتي مبتدئ يعني انت تعرف شي حاجه ديرها كتبيعها صافي كتعرف تقد بفوتوشوب شي حاجه كتعرف تحيد واحد السيده دايره تحيد لك دوك الحبوب مثلا تصور شي تصويره فيك الحبوب تردك تبان مزيان فهمتي تحيد لك الحبوب تحيد لك دوك النقاط من التصويرات قالت لك الوجه $5 والسيده خدام كتعرف دير شي حاجه راه بزاف الناس محتاجينها ما عارفينش يديروها ماشي انت تعرفش دير شي حاجه بفوتوشوب راه العالم كامل كيعرف يدير راه انت ماشي انت اللي كتعرف ديرها وانما بزاف الناس محتاجين داكشي اللي كتعرف دير عطاو لي تحير كاشه هي اللي خرجت جات ليا في واحد قال لك عطي لي تحيه الكاشه اصاحبي ملي كيهضر الاساتذه التلاميذ كيسكتوا الله يجيك ريحه صاحبي الله يجيك يجي حيا فيق معنا خا يجي حيا راه فايق يجي حيا راه تيتواضع يجي حيا الوير هاوس ديال فرنسا فتيك دويتي لهم خا يجي حيا على شي وير هاوس فرنسا ما عارفش هذا يسول قالك يجي حيا وير هاوس فرنسا كتب بحال هكا السؤال بقات يسول على شي وحده في فرنسا واش اخاي السيمولي شريت على 150 تقدري تسد ليك ابخي نسول نبيلة يقدر يكون احسن عادي راه غيتسد الا درتي علاش غيتسد لا الحق علاش مابقيتش الا غير حليتيه في بس ديجا مسدود فيه عاد لا انا كنت اخاي ملي كنت والله باجي كنت مرونة شري كونطاط هذيك الساعه كانت مخوفه القضيه كنت اولا كنت مخوفه القضيه وانا كنت يهمني نجمع الكاش دابا راه واخا تجي تقول لي راه كاينه فلوس راه انا عارفه ولكن ما نمشيش نديرها هكا وهكا دابا راه باقيين دراري خدامين في ليسيت ادسنس وتيضربوا منهم خدام كاينين تيضربوا ديشي في الكبار نيت ولكن خاص تصبر الدق ديما خاص تصبر الصداع ولا شي حاجه تكون تتمانجي الريسك مزيان الريسك هكا ديما دير واحد الاحتمال تاع الريسك دير بزاف ديال المداخل يا الله